على سبيل النكته، هذه السنه كنت اليوم التقاليد التربويه طفله صغيره في العمر ديال 5 إلى 6 سنوات تنحفظ مع الاغنيه عجبتهم، ولكن هي في الاخر مشات عند المديره ديال المعهد وقالت لها انا معلمي وانا على هذا الشيء ديال الدراري الصغار، انا ما انا بغيت شي حاجه اخرى، بغيت وانت دايما تطلع علينا. قلت لها واخا بنتي انا معاك الحق، وذكرتني في الطفوله ديالي لانني انا ملي كنت صغير يعني حليت عينيا في الاغاني المغربيه في الاذاعه بحال اخواني بحالي في السن، يعني 50 سنه 60 واكثر، حليت ودنيا في الاذاعه على انا رباطي الجزاوي، ومن بعد دزنا لعبد الحليم زي الهوى، وانا طفل صغير 7 سنوات من 8 سنوات كنت حافظ زي الهوى. اذا رجعت الذاكره كنت هالطفله على صواب، راه ماشي دائما خصنا نعطيو الاطفال ديك الاغنيه ديال اليوم كاملين عندي بابا عندي ماما، راه ما صحيحش اليوم كاملين، كاين الاغاني ديال لي بيبي وكاين يعني كاين يعني مستويات. اذا قلت تفكرت ثاني اغنيه اخرى ذكرى الطفوله صالحه للكبار والصغار وفيها لحن طربي، نتمنى يعجبكم، راه سجلتهم مؤخرا نتج اغاني مع طفله موهوبه تلقوهم من بعد في اليوتيوب. ذكرى الطفوله، حنا كلنا تنحنوا للطفوله، قبل ما نطول هضرت بزاف نغني شويه. كبرت وحدا تقضى قد كنت فيه صبيا، لا يعرف الهم قلبي ولا اراقب شيئا، اقضي نهاري طليقا اجوب حيا فحيا، اقضي نهاري طليقا اجوب حيا فحيا، طورا صارعا طفلا الويه بالعنف ليا، طورا صارعا طفلا الويه بالعنف ليا، طورا صارعا طفلا الويه بالعنف ليا، واركب العود طورا حكيفة عربية سوى على قدمي. والعيد عندي يوم والعيد عندي يوم أكون حفيا، إذا دان صار قلبي يحيا زمانا سنيا، إذا دان صار قلبي يحيا زمانا سنيا، وقد سررت سرورا أدخلها عليا، وقد سررت سرورا أدخلها عليا، فأرجى لي توب عيني مخططا بلدي، فأرجى لي توب عيني مخططا بلدي، فأرجى لي توب عيني مخططا بلدي، مخططا بلدي، أختن فيه كأني قد ارتديت الثريا، أختن فيه كأني قد ارتديت الثريا، لا تسل كيف أقضي ذاك النهار.